السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أحلى مشاهدين ليا في الدنيا وأحلى متابعين قناة أكلاتي ووصفاتي. اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويعمل لايك وعشان يوصل لكم كل جديد وأي حاجة أنزلها أنت أول واحدة تعرفيها. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عندنا وصفة جميلة جدا، بس قبل ما اقولكم على الوصفة دي اعملوا لي اشتراك في القناة ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد واول ما نزل فيديو انت اللي تشاهديه. عندنا وصفة النهاردة لنفخ الخدود وتقشير البشرة، ويعني فيها كل حاجة حلوة في الحلبة. الحلبة ديت هنجيب معلقتين حلبة من العطار دي، او نجيبها مطحونة. نجيب معلقتين حلبة مطحونة كده، هنجيب مية سخنة ونقلبها كويس. الحلبة دي بتحتوي على الكالسيوم والفيتامينات والمعادن والأملاح والحاجات اللي هي كلها للبشرة مفيدة للتجاعيد والخطوط الخطوط الرفيعة اللي في الوجه وفي البشرة. نقلبها كده كويس. الوصفة دي بتاخد وقت طويل بس جميلة جدا، بتنفخ الخدود بوتوكس طبيعي من غير حقن من غير اي حاجة، مواد طبيعية زي ما قلت لكم مفيدة جدا، بتزيل الرؤوس السوداء برضو كمان مع نفخ الخدود، وبتنفخ البشرة كلها. بس يعني ما تحطهاش على الانف لان طبعا ما ينفعش ان نحط الوصفة دي على الانف. نفضل نقلب فيها كده، بتساعد على تقشير الجلد. واختفاء التجاعيد والدمامل اللي هي البثور اللي بتطلع للبنات دي. الوصفة دي هنسيبها لحد ما تبرد كده عشان حطينا عليها مية سخنة. نسيبها لحد ما تبرد ونوريكم هنعمل ايه. الوصفة بردت، هنجيب الخميرة ونحط عليها معلقة خميرة او معلقتين صغيرين كده. الوصفة دي جميلة جدا، بس يعني هتقعدي فترة كده شوية تجربيها لحد ما تعمل لك مفعول لنفخ الخدود، ولما تجربيها قولي لي رأيك وبعتوا لي كومنتات حلوة كده وقولوا لي رأيكم في الوصفة. الحلبة بتحتوي على جميع يعني أنواع الكالسيوم والفيتامينات، والخميرة كمان بتبيض البشرة وبتديها رونق جميل، وهتنفخي خدودك ومش هتحتاجي أي حاجة حقن ولا أي مواد صناعية. جميلة جدا، جميلة زي القمر. بصوا عاملة ازاي، ما شاء الله على جمالها. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها. هتحطيها 10 دقايق على خدودك وعلى البشرة كلها، وبعد كده هتغسليها بالماء العادي، بس ما تغسليهاش على طول، افركيها بالراحة كده. رشي عليها حبة مية بخاخة كده ولا حاجة وافركيها بالراحة بشويش كده من على البشرة، عشان البشرة بتبقى حساسة طبعا ما نقدرش نفركها جامد قوي. وبعد ما تغسليها وتحطيها تحطي عليها ماء ورد، والنتيجة جميلة جدا. بس قولولي رأيكم في التعليقات، وانزلي حطيلي اللايك علشان الفيديو ينتشر ويعمل مفعول ليا، واشتركي في القناة واشوفك الوصفة الجايه.